يبقى ليه نص البيت الكبير ده ويرمونا احنا في مندره زي دي. معلش يا بغدا دي، خلينا بس نحط رجلينا في البيت الاول. يعني ايه؟ يعني اصطبري بعدين ربنا يحلها. انت ايه بس اللي خلاك تجيب البندقيه دي معاك؟ مين عارف، مش يمكن احتاجها. هني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ده جامل، جبتلك الهدمتين دول لحد ما ربنا يحلها. أنا عارف إنك راجع بالهدمة اللي عليك. تعبناكم معانا يا واد عمي. لا لا تعب ولا حاجة، ربنا العالم أنا فرحان قد إيه برجعتك دي عشان تونسني. كتر خيرك يا زيد. لا ده أنا تحت الأمر. أنا اديت خبر لهمام بيه برجعتك بالسلامة، وهو مستنيك بكرة تزوره معايا إن شاء الله. أزوره؟ أزوره ليه؟ أنا عايزك تتعرف عليه وتقابله، ده حمايل وبعدين ده كبرنا في الناحية كلها. ماشي يا زين. ماشي أفوتكم. اتفضل. تصبحوا على خير. أنت من أهل الخير. السلام عليكم. ايه يا غالي؟ كنت قاعدة مساهمة مع الواكل وما كلتيش معانا. نفسي اتسدت. ليه بس؟ انت ما خدتش بالك من كلام امك وتلجحها بالكلام؟ ما تقصدش. لا تقصد. هي عاوزة من ابوي تاني. هو ده جزاته الكل اللي عمله عشانك؟ معلش ما تزعليش، حقك عليا. وانا هقول لها ما تفتحش معاك الموضوع ده تاني. وقولها كمان ما تجيبش سيرة عمك واللي حصل معاه لولده. لا اطمني، انا منبه عليه. أنا قلقانة قوي يا زين، أحسن يسمع طرطيش كلامك ده ولا كده من بره كمان. حتى نسمع، أنا أقول له إن أبوك مالوش صالح باللي حصل مع أبوه، وإن كل ده إشاعات. ربنا يستر. إيه؟ هنفضلوا قاعدين كده؟ ولا هنعملوا إيه؟ واه، ما توحشتنيش زي ما توحشت كلية، ها؟ قوم أقول لك على حاجة سهلة. قوم، ده الموضوع كبير. انت هتعمل ايه في الشنطه التانيه دي؟ دي ما ينفعش ادسها هنا. امال هتدسها فين عاد؟ هطلع ادسها في مكان كريم. تطلع دلوقتي؟ احنا بقينا في نص الليل. ده احسن وقت. طب خلي بالك للرجال الزين يشوفوك. تقلقيش عليا.